صباح الخير عن جديد وصباح الابتسامة يلي يا رب عطول ترافق وجوهكم الحلوة. مشاهدينا اليوم موضوعنا الطبي، رح نحكي عن الابتسامة، وكلنا نعرف انه الابتسامة المثالية هي حلم لكل الاشخاص اليوم انه تتناسب اطوال الاسناء مع جزء ظاهر من اللثة، ولكن منشوف اليوم انه نسبة منيحة من الاشخاص بيعانوا من مشكلة طبية، مشكلة تراجع اللثة او الابتسامة اللثوية. قد ايه الابتسامة اليوم يا عفاف يمكن بتخليه في قلة ثقة عند الشخص، بتأثر عليه بشكل كبير على حياته ونفسيته؟ صحيح، هيدي ممكن تسبب له مشاكل كثيرة نفسية بسبب التنمر يلي بيتعرضوا له، هم بنفس الوقت بيكون بدهم علاج عند دكتور الأسنان وممكن يهملوا هاي القصة، ولكن تختلف هاي المشكلة وظهور اللثة من شخص إلى آخر حسب حالته الصحية والحالة المرضية يلي ممكن هو يكون عم يعاني منها. لهيك اليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نتعرف على أسباب ظهور هاي اللثة وطرق العلاج أيضا وأنواعها عند الأشخاص مع الدكتورة يلي صارت معنا بالاستوديو جوليانا حبيبو، هي ماجستير في أمراض اللثة وزراعة الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، الابتسامة اللثوية. يمكن فعلا في نسبة من الأشخاص بتعاني من هذه المشكلة، خبرينا بشكل عام نحن شو بنقصد بالابتسامة اللثوية؟ بداية صباح الخير. أهلا وسهلا. موضوع الابتسامة اللثوية أو ما يسمى بشكل عام أو دارج هو الجومي سمايل، لكن المصطلح الدقيق لها هي الإكسسيف جنجيفال ديسبلاي، بما معنى الظهور الزائد للثة. غالبا نحن بنتقبل المريض أو شخص يبتسم تكون حدود اللثة ظاهرة عنده بحدود تقريبا 1-2 ملي مو أكثر. لما تبلش اللثة تظهر بنسبة أكبر بصير ما في تناسب بحجوم الأسنان مع حجوم اللثة، فبيظهر نوعا ما شكل من نسميه عادة شكل التكشير، فببين شوي الشخص أجريسيف. بالنهاية الابتسامة كتير ضرورية لأنه هي اللغة اللي بيفهم الجميع. تمام، صحيح. طب اليوم دكتورة هي معروفة بالابتسامة اللثوية أكتر شيء، خلينا نقول وكتير من الأشخاص ممكن يعانوا منها وما بيعرفوا شو السبب. ممكن نشوف أطفال معهم بالوراثة ممكن تكتسب مع الأيام نتيجة بعض الحالات يلي بيمرقوا فيها، شو سببها بالضبط؟ تمام. هلأ بداية بوجود الأسنان المؤقتة أو اللبنية نحن ما فينا نحكم على لثة إنه هي عم تظهر بشكل زائد. هذا الموضوع يعني يقر بشكل مفصلي بعمر ال 18، بيكون اكتمل نمو الفكين واستقرت اللثة بحدودها الطبيعية. بهذا العمر نحن بنقدر نحدد هاي الابتسامة فيها ظهور زائد للثة أو لا. بداية في أسباب عنا وراثية، ممكن الأشخاص اللي عندهم نمط نمو طولي بيكون شكل الطول عندهم شكل الوجه سوري متطاول أكثر، بيخلي الأسنان طوال، بيخلي اللثة نوعا ما طويلة، هي أحد الأسباب. ممكن وجود أسنان قصيرة فبيصير عدم تناسب بالحجوم بين اللثة والأسنان. ممكن كمان تأثير العضلات المحيطة بالفم تكشف لنا جزء ظاهر من اللثة. تمام، من الأسباب خلينا نحكي عن طرق العلاج. كيف ممكن نحن نعالج اليوم هي المشكلة اللثوية عند الأشخاص؟ نحن من المعروف أنه ممكن نعالجها بطريقة جراحية أو ممكن مثلا عن طريق البوتوكس، بنسمع عنه كثير، بس نحن بنقدر نعالج بطريقة تانية، ممكن نختار علاج طبيعي أو هي العلاجات الموجودة عندنا اليوم هل هي بتناسب كل الحالات؟ خبرينا تفاصيل عن طرق العلاج. تمام، هلأ بداية بعلاج الابتسامة اللثوية خلينا نقول ما في شيء طبيعي لأنه هي غالباً تحتاج تدخل جراحي. هي عملية معنا كتير معقدة، لكن هي تصنف تحت عمل تحت بند العمل الجراحي. غالباً بعض الحالات بتطلب مشاركة بين أكثر من طريقة علاج. مثلاً في عنا البوتوكس هو أخف، خلينا نقول طلع أو أكثرها لطافة، فهذا الموضوع ممكن نستخدمه عند الأشخاص اللي بيكون فعالية العضلات عند الشفة زائدة، فبتخلي الشفة العلوية ترتفع كتير عند الابتسام. نحن بحاجة نخفف من شدة العضلات فنحقن البوتوكس. ممكن أشخاص نعمل لهم شيء اسمه إعادة تموضع شفة، اللي غالبا بيكون نتيجة تطاول بالشفة، فنحن بنغير مستوى الشفة ارتفاعا أو هبوطا. ممكن الأشخاص اللي أسنانهم قصيرة يحتاجوا لعملية اسمها تطويل تيجان. طبعا هو كل إجراء منفصل يعني علم لحاله. تطويل التيجان بيخلي عندي الأسنان تبرز بشكل طول متناسب أو أقرب للنظامي، فبتكون حلت المشكلة. بالإضافة غالباً أغلب الحالات تحتاج كومبينيشن بين أو يعني نجمع طريقتين علاجية ليأخذ المريض أفضل نتيجة ممكنة.
طيب كمان دكتورة منشوف يعني هلا كمان من خلال الصور يلي عم نشوفها غير الأشخاص يلي منشوفهم على الواقع بيعانوا من هاي المشكلة، منشوف في عندهم اختلاف باللون، لون اللثة أوقات بتكون فاتحة غامقة أوقات بتكون مايلة للزرق كتير، وشو سبب هذا الاختلاف بالألوان كمان؟ تماماً. هلأ العنصر الجمالي كتير مهم، لون الأسنان بالإضافة للمركب اللثوي اللي هو اللون الزهري الطبيعي الفاتح. ممكن تتلون اللثة بكتير ألوان، ممكن اللون يميل للأحمر، هذا دليل أو مؤشر أولي على وجود التهاب عندي. ممكن الأشخاص اللي حضرتك يمكن عم تذكري الأشخاص اللي عندهم لثة داكنة نوعاً ما بني أو أسود، غالباً عند الأعراق اللي ما بتكون بشرتهم فاتحة، الأعراق الحنطية أو الأشخاص السمر غالبا بتكون لون اللثة عندهم داكنة، فهذا شيء فيزيولوجي طبيعي. ممكن اشخاص عندهم متلازمات معينة مثل اضطرابات بالغدد الغدد الصم او اضطرابات هرمونية، ممكن سبب جهازي يؤدي لي لتصبغ اللثة. فبداية نحن لازم ننفي السبب الجهازي، نبقى انه هو موضعي، تلون موضعي، وبتم إزالته كمان بطرق جراحية مختلفة. تمام دكتورة، خلينا نرجع للأسباب. ممكن تكون سبب هاي المشكلة عامل وراثي معين أم لا ممكن نتيجة مخاطئ بالأسنان ونتيجة أي شيء أمر أدى اليوم لمشكلة الابتسامة اللثوية؟ خبرينا أكثر. تمام. هلأ مثل ما ذكرنا الأشخاص اللي عندهم بشرة سمراء غالبا بتكون اللثة عندهم داكنة بشكل طبيعي. تمام. وبتتراوح درجة بين خفيفة مثل البقع أو بتكون تمتد على شريط كامل للثة بين الأنياب، وغالبا بتظهر بلثة الفك العلوي. وخصوصي بيعانوا الأشخاص اللي عندهم ظهور ابتسامة زائدة، فبيظهر تظهر اللثة بلون غامق. بداية إذا كان فيزيولوجي طبيعي دون تدخل أدوية معينة مثل عنا بعض مضادات الملاريا بتسبب لنا تصبغات، بداية أول شيء نحن بننفي مرض جهازي، بنشوف المريض شو عم يتناول أدوية. إذا ما في هدول العوامل عم تسبب لي تصبغات فهي فيزيولوجية، نحن بنقدر نشيلها بطرق جراحية متنوعة. يعني هدول الأشخاص لسه فوق الابتسامة اللثوية عندهم لسه غامقة، ممكن يكون إلى علاج اليوم أنه تتزبط مثلا بالإضافة لتصحيح الابتسامة اللثوية، نزبط لون اللثة أكثر، نصحح لونه أكثر؟ تمام. هلأ موضوع التصبغات هو صار كتير شائع، وأغلب المرضى لحسن الحظ صاروا ينتبهوا أنه هن عندهم تلون باللثة، فبيتم إجراء جراحي كمان بسيط ضمن العيادة. في تنوعة الأجهزة، في منها الليزر، في الإلكتروسيرجري الجراحة الكهربائية، في مثلا القش الجراحي العادي بالإضافة لمقشرات نوعية تستخدم بالإضافة لضمادات، لأنه نحن بعد إزالة اللثة المتصبغة بيبقى عندنا سطح جرح مفتوح، فلازم نهتم بالإجراءات ما بعد العلاج. لناخذ تقريبا إزالة التصبغات اللثوية بتصير بجلسة واحدة، لكن يعني لازم يصير في متابعة كل ما نتجنب أي التهاب تالي العمل الجراحي وناخد ابتسامة جميلة. أكيد. طب خلينا نعطي نصائح لكل الأشخاص اللي اليوم حابين يعالجوا هذه المشكلة وممكن يلجأوا للجراحة، خصوصا يمكن الأشخاص المدخنين والمؤرجلين، يمكن لازم يكون في نصائح قبل ما نخطي هي الخطوة، أو بالنسبة لموضوع الأكل والشرب إن كان قبل أو بعد هي العملية، خبرينا أكثر. تمام. هلا في اشخاص عندهم بشره بيضاء او حنطيه لكن عندهم تصبغات لثويه، سؤال حلو، واغلب العالم المدخنين بيعانوا من هذا الموضوع نتيجه الدخان او الارجله. مثلا في مرضى بيقولوا انا ما بدخن بس بارجل، فالدخان او الارجله بيسببوا لنا هدول التصبغات، مع العلم انه حتى لو اجرينا جراحه المريض رح ياخذ ابتسامه لونها زهري وجميله، لكن بعد فتره اذا استمر بالتدخين والارجله فهو رح يرجع يتعرض لنكس الحالة، فبترجع تتراكم التصبغات نتيجة الدخان بحرد تشكل الميلانين وترسبه بطبقات الداخلية للثة. بداية أنا بنصح المرضى بشكل عام أي مشكلة بيواجهوها ما يستنوا وقت طويل، لأنه بداية يعني بالبداية بتكون مشكلة صغيرة، كل ما أهملنا بتتطور المشاكل بتصير مكلفة أكثر، بصير في خسارة بالنسج السنية والنسج حول السنية بشكل أكبر، وتحتاج لمسيرة علاج طويلة. يعني ما بتنصحيهم يبعدوا عن الأرجيلة والدخان؟ هلا أنا بنصحهم أكيد. أنا ما سألتك هذا السؤال. بنصحهم بس ما فيني أفرض. تمام. بنصحهم بس ما فيني أفرض. بس بالمقابل في حدود دنيا، يعني لازم يجمع بين المتعة والصحة.
قدر الإمكان ليحصل على ابتسامة جميلة ويكون على ثقة دائمة. أكيد. طيب ممكن اليوم يدخل التقويم بعلاج هي المشكلة؟ نرجع لمشكلة الابتسامة اللثوية، ممكن التقويم يدخل بطريقة العلاج؟ تمام. في أحد أسباب الابتسامة اللثوية بيكون في شيء عندنا اسمه بزوغ منفعل. بزوغ المنفعل هو نوعا ما آلية معقدة، رح حاول ببسطها. الأسنان لما تبزغ باتجاه السطح الإطباقي للأسنان لسه تتراجع بشكل فيزيولوجي طبيعي لحد معين لتكشف الجزء التاجي من السن. بهي الحالات، في بعض الحالات بيصير في عندي تأخر بالبزوغ المنفعل، فبيبزغ السن وبيستقر بوضعه الإطباقي لكن اللثة ما بتتراجع لمستواها الطبيعي. فإذا الطفل أو البالغ بحاجة تقويم سني، لكن ما هو الأساس بعلاج الابتسامة اللثوية؟ غالبا الحل هو الجراحي. تمام. بما أنه عم نحكي عن تراجع اللثة، في حال تم إجراء اليوم العملية الجراحية للثة، ممكن الشخص تنكس عنده الحالة وفعلا ترجع هي المشكلة أم لا؟ وشو بيكون السبب هون دكتورة؟ تمام. هلأ ببعض حالات اللي ذكرناها مثل تطويل التيجان، في عنا عمليتين، عملية منفصلة تسمى قطع اللثة وعملية تانية منفصلة تسمى قطع العظم. ببعض الحالات أو إذا تمت عملية إجراء قطع اللثة بأيدي مو خبيرة، غالباً حالة بتنكس. ليش؟ لأنه في عنا مسافة مقدسة نحن مسميها بين اللثة والعظم، هاي المسافة يجب احترامها بأي عمل جراحي حول سني. فإذا ما احترمنا هاي المسافة، الجسم رح يعمل ردة فعل عكسية ورح تنكس الحالة، ورح تنكس بشكل نحن ما نضمن كيف النتيجة ممكن تطلع. فالأفضل على طول هو صاحب الخبرة أو صاحب الاختصاص الدقيق هو يجري العمل بأي علاج كان. طيب اليوم مين الأشخاص المعرضين أكثر لحتى ينصابوا بهي المشكلة؟ ممكن إنه الشخص المعرض في طرق وقاية لحتى أنا ما وصل لمرحلة الابتسامة اللثوية؟ هلا بداية الإناث لسوء الحظ تكتر عندهم نسبة الابتسامة اللثوية من الشباب، مع العلم إنه الشباب بالوقت الحالي صار يهتم بالعنصر الجمالي مثل الصبايا. فالعنصر الجمالي مهم للطرفين، لكن كدراسات إحصائية أثبتت إنه الإناث بشكل عام بتكون نسبة الابتسامة اللثوية عندهم أكثر. ما في شيء هن بيعملوه بيسبب زيادة، أو ما في شيء طبيعي يعملوه ممكن يخفف من شدة الحالة، لكن بتم دراسة كل حالة وفقاً للمركب الوجهي الفموي، بالإضافة لفعالية العضلات المحيطة، فعالية العضلات الرافعة على الشفة، بالإضافة للمركب السني وحول السني. تمام. دكتورة جوليانا، حضرتك ماجستير بأمراض اللثة وجراحتها وزرع الأسنان. حكينا شوية عن موضوع اللثة والابتسامة اللثوية، خلينا نحكي بشكل مختصر عن زراعة الأسنان. اليوم في عنا تقنيات تجميلية علاجية عديدة اليوم للأسنان، خبرينا عن زراعة الأسنان، عن الإيجابيات عن السلبيات، مين هنون الأشخاص اللي بحق لهم فعلا أنه يلجأوا لهذا الإجراء؟ تمام. بداية الزرع السنية مهما كانت جيدة ممتازة، ما في شيء بيمثل أو بيوازي السن الطبيعي، لكن بحالات فقد نحن ما بيصير نترك المكان بدون أسنان، ما بيصير يصير في، لأنه المشاكل رح تتطور، رح يصير في عضة غلط، رح تتطور أسنان، رح يصير في ميلان بأسنان مجاورة. فالزرع السني هو الحل حتى نحافظ على العظم. بالمقابل في مرضى للأسف بيهملوا كتير، ما بيأجروا الزرع السني بشكل حالي أو بوقته المناسب، فمع الوقت بيصير في عنا امتصاص عظم. ففي حالات كتير معقدة نحن بنحتاج نزرع عظم بالبداية، بعد فترة أو ممكن بنفس العمل الجراحي نزرع سن، فهو حل مثالي لنعوض عن الأسنان. طيب. أكيد. طيب خلينا هيك ندلل الأطفال شوي ونسأل، بخصوصا ممكن نشوف أطفال اليوم عندهم ابتسامة لثوية وعم يعانوا من هاي المشكلة؟ هلا المشكلة الأكبر عند الأطفال للأسف هي النخور أو العادات، خلينا نسميها العادات الخاطئة إن كان بالتغذية أو قلة العناية. فالمشكلة الأكبر عند الأطفال هي النخور السنية. الابتسامة اللثوية هي ما إلها معنى عند الأطفال. ممكن تصير بالوراثة عندهم نتيجة إنه بعض الأهل، الأم أو الأب أو حدا من العائلة عنده هاي المشكلة، طبعاً يجي الطفل يورثها؟ طبعا ممكن تظهر، بس لكن مثل ما حكينا مع استقرار نمو اللثة والمركب الفموي السني تظهر بعمر 18، لكن بعمر الطفولة نحن خلينا نتوجه اكثر لموضوع النخور، لانه ما بيكون لها معنى ولا بتأثر على شخصية الطفل.
لا بعمر صغير اكيد لا، ما بيتم تشخيصها بعمر صغير، تشخص بعد عمر معين. طيب خلينا نعطي نصائح كيف نحصل اليوم على ابتسامه جميله وكيف نحافظ على صحه اسناننا ونحافظ على صحه اللثه. قد ايه مهم اليوم التشيك الدوري لصحه اللثه من اي امراض ان كان للاطفال او حتى الكبار؟ تمام، بدايه هي سلسله، يا بنمشي فيها صح تمام. يا بنمشي فيها غلط، واذا اخفقنا بمرحله مو يعني نحن نهمل باقي المراحل، فكتير ضروري نحن مثل ما ذكرنا نتابع من اول مشكله بنواجهها كرمال تكون المعالجه بالحدود الدنيا وما نتعرض لخسارات كتير كبيره. للاسف بعض الاهل بيعتبروا الاسنان المؤقته هي اسنان رح تزول ورح يبصغ مكانها اسنان دائمه، لكن المشاكل اللي بتصير بالاسنان المؤقته على كونوا على ثقه انه هي رح تظهر مشاكل بشكل أكبر بالأسنان الدائمة، فالأسنان المؤقتة إلى أهميتها لحتى تضمننا بزوغ أسنان دائمة بمكانها الصحيح ويكون عنا صحة فموية نوعا ما جيدة أو مقبولة، لأنه مثل أي عضو بالجسم كل ما أهملنا رح تستمر الخسارة أكثر، وربنا بيعطينا الأسنان مرتين، فالمرة الثالثة ما عاد يعطينا فلازم نحن ندور على حل. طيب دكتورة خلينا هيك كمان نروح لعند الأشخاص يلي ما عالجوا هي المشكلة عندهم، ممكن إنه تتطور لحالة مرضية خطيرة، مثلا يصير عندهم بعض الأمراض، يصير عندهم نزف لثوي، ممكن يصير عندهم هيك مشكلة تتطور لحالة للخطورة ولا خلص؟ لا، الأشخاص اللي عندهم ابتسامة لثوية غالبا هنا بيكونوا مزعوجين من شكلها أو مظهرها، يعني حتى ممكن تسبب لهم نوع من الخجل أو الإحراج، لكن هي ما أنا عامل مرضي، فالنزف أو الالتهاب بيصير مع أي لثة إن كانت بتبرز بشكل ظاهر أو بشكل طبيعي. أول علامة اللي كتير مهمة عند الأشخاص هي النزف، غالباً الأشخاص لما يعملوا يفرشوا أسنانهم تبلش اللثة تنزف إنه بيوقفوا، بيفكروا إنه لأنه عم يفرشوا أسنانهم عم يصير في عنا نزف، بس النزف هو عامل أولي لأي مشكلة أو لأي التهاب بيصيب اللثة وبيمتد بعدين للنسوج الحول السنية اللي هي أعقد، وبيصير التراجع عنا مو ممكن، يعني مشاكل اللثة لا نحن فينا نعكسها، هي تعتبر عكوسة، لكن أمراض النسوج حول السنية رح تستمر وتوصل للعظم ويصير عنا خراجات والتهابات بالعظم، هي غير عكوسة نحتاج لعمليات ترميم لها. طيب عملية جراحة اللثة قد بتاخد وقت اليوم؟ ممكن دي ممكن ناخذ نتيجه بعد ايمات؟ وخبرينا اكثر، هي صعبه مؤلمه لليوم؟ بتلاقي كثير من الاشخاص انهم بيخافوا بشكل عام من الاسنان وجراحتها، فما بالك عن المشكله؟ تمام، هلا الجراحه اللي بهدف تطويل تيجان الاسنان مثل ما ذكرنا في عندنا مرحلتين، ممكن اشخاص يحتاجوا فقط قطع جزء بسيط من اللثه، في اشخاص ممكن يحتاجوا قطع من اللثه مع العظم. اللي بتحتاج قطع مع العظم تحتاج وقت أكثر طبعا لعدد الأسنان اللي ظاهرة عليها الابتسامة اللثوية، لكن هي يعني ما بتتجاوز ساعة أو ماكسيموم ساعتين ضمن العيادة، طبعا تخدير موضعي، المريض ما بيحس بأي ألم، وكثير مهم يلتزم بالإجراءات بعد العمل الجراحي لحتى يتجنب أي التهاب أو أي ألم تالي، وممكن مسكنات بسيطة تكون كافية. طبعا بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا دكتورة جوليانا حبيب، ماجستير بأمراض اللثة وجراحة، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير، أنا استمتعت. شكرا لك دكتورة ولوجودك الحلو معنا لليوم، وكل التوفيق والنجاح لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا.